يقول السائل: لدينا مسجد يفصل بينه وبين المقبرة سور مشترك، فهل يجوز لنا الصلاة في ذاك المسجد؟ إذا كان المقبرة مفصولة عن المسجد بطريق أو أرض فضاء، إذا كان القبور أو القبر مفصولة عن المسجد فصلا تاما بطريق يمر الناس معه أو بأرض فضاء فلا حرج في ذلك، لأن المسجد صار خاليا من القبر. نعم.